السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأحبائي في الله ومتابعي قناة إلكترو المصطفى. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد، ولا تنسونا من دعائكم. موضوعنا اليوم على USB TV، يعني تشتغل بها قنوات الأرضية TNT، يعني CTV DG USB جوج، يعني جوج تعني يعني تشتغل القنوات الأرضية TNT. سوف أقوم بتشغيل هاد USB الخاصة بالقنوات الأرضية على الحاسوب. اشتريت هاد USB الخاصة بقنوات الأرضية هكذا، لا توجد عندي لا الريموت الخاص بها او السيدي الخاص ب يعني ب بتثبيت هذا USB، ولكن سوف اقوم بالبحث في الانترنت عن الدرايف الخاص بهذا USB TNT، يعني القنوات الارضيه، والبرنامج الذي تشتغل به هاد القنوات. الآن سوف أقوم بطريقة البحث عن الدرايف الخاص بهاد USB TNT أو البات الأرضي. الآن سوف نقوم يعني بتثبيت هاد TNT أو USB الخاص بالقنوات الأرضية. أول شيء نقوم به نذهب إلى بوست دو ترافاي ونضغط على زر اليمين للفأرة، ثم بروبريتي هكذا، ثم نختار مكان الدرايفر. الآن سوف أقوم بتوصيل USB TV. ها هي الآن، يعني ليس عندي CD خاص بتثبيت الدرايفر، ولكن دائما هذه الطريقة أقوم بها لكي أبحث عن الدرايفر الخاص بأي أداة USB. دائما نضغط على يمين الفأرة، ثم نختار هنا، نختار نيميرو ماتريال هكذا، ونقوم بكوبي لهذا السيري الخاص بهذا USB، ثم نذهب إلى جوجل، نضع كل هكذا. ها هو، يعني هذا الموقع ممتاز، نضغط عليه. هذا الموقع يعني يعطي عدة يعني دي خاص الدرايفر، وكل هذه الدرايفر خاصة بها يعني تشتغل. نختار واحد مثلا، نختار هذا اول، ثم نضغط هنا للتحميل. هنا يعطي التعريف. لكي نقوم بالتحميل، اما ان نقوم بالدخول بفيسبوك او جوجل، سوف اختار جوجل، او يمكن ان تقوم باشتراك. هو الان يعني نختار الاختيار الاول، نضغط عليه لكي يقوم بالتحميل. انا اصلا قمت بالتحميل، اريد ان اريكم الطريقة فقط. الان سوف اقوم بتثبيت الدرايفر الخاص ب USB TV. انا لدي يعني سات 86، من لدي يعني سات 64 سوف يقوم بتثبيت هذا، ولكن انا سوف اقوم بتثبيت 86 هذا الشكل.
ثم نيكست انستان ننتظر قليلا الآن تم يعني تثبيت يو اس بي تي في سوف نضغط فينيش هيا الآن سوف نقوم بتثبيت هذا البرنامج يعني هذا البرنامج رائع جدا هو نضغط وي ننتظر قليلا حتى ينتهي ثم next ثم yes ثم next ننتظر حتى ينتهي هذا البرنامج اسمه total media يعني يمكن ان تشتغل علي يعني USB TV يعني البث الأرضي يعني يوجد فيها عدة خصائص في هذا البرنامج رائع الآن تقريبا انتهى التثبيت البرنامج سوف نضغط فينيش ها هو البرنامج على هذا الشكل سوف ندخل إليه ها هو توجد فيه عدة خصائص سوف نختار تي في نضغط أوكي يمكن التسجيل عليه والدخول إلى التسجيل هنا يعني توجد فيه عدة خصائص نقوم بتكبير الصورة هنا الصوت هنا زيادة الصوت هنا تمرير القنوات وممكن التسجيل على البرنامج نضغط على هكذا هو يقوم بالتسجيل ها هو سوف نقوم بتوقيف التسجيل بالضغط تم الآن توقف التسجيل ما زال التسجيل لم يتم توقيفه الآن تم توقيف التسجيل هنا ندخل ونبحث عن التسجيل الذي قمنا به هو السادسة نضغط عليه ها هو التسجيل الذي قمنا به إذا نريد تكبير الصورة نضغط هكذا ها هي الصورة هذا كل شيء في هذا الموضوع أتمنى أني موفق في الشرح إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته